الله يرحمه أستاذ رياض أحمد. أهل رياض أحمد. وآخر عمل اشتغله إنتاج الشمس في كفي وغنى المواويل المحمداوية الرائعة. هو طبعاً على فكرة أنا أعتبره، إحنا هواية عندنا أصوات رائعة جداً، بس أنا هذا الفنان الله يرحمه فتشي يعني من أهم الأصوات قليلاً. إيه طبعاً قامة كبيرة ترى والكبير رب العالمين. اشتغلت وياه مسلسل؟ هو اشتغل وياي يعني. أها أي. هو اشتغل وياك إنتاج شركة سميراميس. احكي لنا شوي عن رياض. رياض أحمد فنان رائع جدا، مو كمطرب حتى كممثل. أنا ما شفت مطرب عراقي مثله، ممثل رائع جدا، ممثل أفضل من كاظم بالمسافر؟ لا طبعا كاظم قيصر، القيصر أستاذ كاظم. كغناء أحكي كتمثيل؟ كتمثيل لا، هو أستاذ كاظم يقول أنا ما أعرف أمثل. لا حرام أستاذ كاظم على عين والرأس. بس لا كتمثيل أستاذ كاظم. بس هذا الله يرحمه رياض أحمد شكله معبر، يؤدي يعني والله العظيم أنا قمت أحسب لألف حساب قدامه. أي طبعا وأنت جت لأيضا أغاني، بس الأغاني إحنا ما عندنا حقوق بالعراق. رحت فد مرة المحل لقيت أغاني المواويل كلها عند هذا أبو المحل التسجيلات. لا أزا هاي مالتي. أي والله راحت. الرحمه والخلود للأستاذ رياض أحمد، ولهذا من توفى احنا سوينا صورنا للفاتحه مالته باجهزتنا بشركتنا، وسوينا للاربعينيه يسموها نسيتها يا ربي شو يسموها هي الاربعينيه. لا تأبين. سوينا على التأبين. سوينا تحياتنا لعائلته الكريمه والرحمه والخلود لرياض.